فصل 73 أثار جدل كبير بين مؤيد وغير مؤيد عليه لقضية الترشح لرئاسة الجمهورية، وخاصة ثم شكون بالنسبة ليه الجنسية، التخلي على الجنسية أخرى إذا كان ثم جنسية أخرى يلزم تكون قبل الترشح وليس بعد الترشح لرئاسة الجمهورية. احنا نشوفوا اللي الفصل 20 من هذا الدستور ينص على انه تونسيين وتونسيات متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات، وهذا معناها مكسب هام. وما نجموش نحن في نفس الدستور هذوما الحقوق والمساواة بين المواطنين نقصوهم على اساس انه تونسي مواطن عاش في تونس، تولد في تونس، جنسية تونسية، أنه كان مشى معناها في بلاد أجنبية وتحصل على جنسية أخرى، أنه يقع إقصاء تماما من ترشحه إلى رئاسة الجمهورية، وهذا بعد من أبعاد المواطنة. نشوفوا أنه ثم دساتير في العالم تخلي أنه الإمكانية الحصول على جنسيات أخرى، ثم بعض الدساتير اللي تمنع، ولكن الصيغة اللي جات هي صيغة في الوسط، يعني أنه إذا كان عنده جنسية أخرى ينجم يتخلى عليها إذا كان نجح بالوصول إلى رئاسة الجمهورية، وهذا معناه قد يكون توافقي أنه لا يقع إقصاء للترشح، ولكن إذا كان تولى هذا المنصب ينجم يتخلى على هذه الجنسية. نشوفوا اللي فيه تكريس لمبدأ المساواة، فيه تكريس كيف لمبدأ سيادة الدولة إذا كان رئيس الجمهورية تحصل على هذه السيادة، وخاصة راهو هذايا انتخاب، راهو ثم الشعب راهو صاحب سيادة. إذا كان انتخب رئيس جمهورية، إذا كان 6 ملايين توينس انتخبوا معناها شخص، فمعناها عنده رسالة، عنده طريقة تعامل ورسالة اللي هي تدل على هذه مواطنته. فلهذا مش ممكن أن يكون كأن نشكوا في هذه الانتخابات وأنه التونسي ما يعرفش شكون ينتخب. هو إذا كان باش يحس أنه هذا الشخص اللي مترشح ما عندوش هذا الانتماء للوطن كما يكفي، معناها هو لديه حرية التقييم لمدى الشخصية هذه اللي باش تتقدم نفسها لرئاسة الجمهورية مخولة أم لا لهذا المنصب. والتونسي صاحب سيادة، والشعب التونسي صاحب سيادة، وله أن يختار من يريد. هذه الانتخابات وهذا مبدأ الانتخابات، وخاصة ما يلزمناش نتخليو على مبدأ المساواة بين التونسيين والتونسيات، وكل تونسي عنده الحق في بلاده، وكل تونسي عنده الحق في المواطنة، وما ثماش تونسي درجة أولى وتونسي درجة ثانية.